تكلمنا عليه من ناحية قانونية فهو أساسا يعتبر هذا القرار قرارا معدوما، لأنه هذا النائب العام الإخباني المعزول بحكم قضائي صدر من محكمة الاستئناف فلا يجوز، ولكن ما يأمر فيها أسياده ينفذ الآن، ولم يجد أمامه أحدا أن يدعه بذلك. القرار اللي صدر ده هو محاولة لاغتيال الرئيس مبارك برجوعه للسجن، لأنهم يشعرون بالخوف منه بعد أن طلع وخرج أمام القنوات الفضائية في المحاكمة وأشار إلى الشعب المصري بأنه أنا هو موجود وأنتم شايفين وأن أنا هو موجود وأنتم فهمتوا الحقيقة الإخوان دي أغاظتهم. فأنا على كل حال إن شاء الله من بكرة أعتقد أنهم حيكون في تقديم طلب للطعن على ذا القرار. احنا ان شاء الله الوفد مسافر يوم الجمعة، حيصل الكويت بنفس اليوم، وعودنا او مكوثنا بالكويت حيكون يوم واحد او يومين بالكثير، وبعدين سنتجه ان شاء الله بإذن رب العالمين الى محكمة العدل الدولية لتقديم شكاوي بما يحصل في مصر وتسليم محكمة العدل الدولية نسخة من السيديات التي قدمت إلى النائب العام للتحقيق في قضية موقعة الجمل، من هم القتلة الأساسيين ومن قتل الثوار وهي ثابتة بهذه السيديات، والذي لم يقم بالتحقيق فيها لا مش من الحكومة الكويتية ولكن هي شعبيا. أنا بوجه رسالة إلى محمد مرسي بقول اتق الله، إن الله لك لف المرصاد، وإن الأمور ستعود، وأن مبارك هو رئيس وزعيم أمة العربية، ومهما عملت وستعمل لن تنجح، لأن أبناء وشعبه عرف الحقيقة وسيقاوم لها.